مساحات خضراء شاسعة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، يجني فيها المزارعون ثمار الفراولة في موسم مثمر ينتظره الأهالي كل عام. فهذا الموسم يدور بمنافع كثيرة على صعيد الرزق والعمل. المزارعون يصفون الفراولة بالذهب الأحمر نظرا لوفرة زراعتها بكميات كبيرة وخصوبة أرضها الزراعية وعذوبة مياهها، ناهيك عن تسويق فراولة قطاع غزة في أسواق الضفة الغربية وتصديرها إلى الخارج رغم الحصار. ويكتسب هذا الموسم أهمية كبيرة لدى الاقتصاد المحلي لإنعاش الأسواق في ظل تردي الظروف الاقتصادية. أريج الشوى التقت بمزارعين في حقول مليئة بالذهب الأحمر وشاركوها فرحة حصاد الثمار. بين هذه المساحات الخضراء ينبت الذهب الأحمر، ففي بيت لاهيا شمال قطاع غزة تحديداً تزرع معظم الأراضي بالفراولة، فموسمها من أفضل المواسم حيث توفر فرص عمل للعديد من العمال، وذلك لسد احتياجات القطاع منها والتسويق في الضفة الغربية. طبعا احنا لما نيجي نحكي على الفراوله هي ما بتفرقش المزارع على مدار السنه، من تشتيل اللي هو النقل على المصاطب او اللي هو الشغل في الفراوله المعلقه، انتاجيتها بتبلش عندنا في تقريبا في 15 11 بتضل مستمره لشهر 5 تقريبا. الفراولة المعلقة هذه فكرة اجتنا من في 2015 تقريبا، هذه زراعة مكثفة، الدلم عن ثلاث دلمات من الزراعة التقليدية. يعني لما نيجي نحكي زراعة مكثفة، الدلم في الزراعة التقليدية بياخذ 7500 شتلة، في الزراعة المعلقة بياخذ الدلم ما يقارب 20000 شتلة او 21000 شتلة. طبعا كل ما زاد عند الشتل بيزيد عند الانتاج. طبعا هان الدلم بيجيب تقريبا ما يقارب 9 طن، مقارنة بالزراعة التقليدية بيجيب 3 طن الدلم على مدار الموسم. المدخلات الزراعية عالية جدا للفراولة، والمزارع في بيت لاهيا بيعتمد اعتماد كلي أو كل تركيزه على زراعة الفراولة، لأنه بعدها هذه زراعة أساسية بالنسبة له، وكونها هي فيها صادرات يعني أو بتم تسويقها في الشق الثاني من الوطن في الضفة الغربية حاليا، فهي بتعيد أو بتعود بأرباح كويسة للمزارع في حال تم اللي هو تصديرها أو تسويقها في الضفة الغربية. طبعا احنا قبل 2007 بقينا نسوق المنتج تبعنا كله في اسواق اوروبا، كانت اسواق اوروبا بتستوعب كميات كبيره جدا، قد ما يكون في عندنا امكانيات او كميات بتستوعبها اسواق اوروبا. احنا كذا سبب اللي هو منعنا انه نصدر على اسواق اوروبا. طبعا اليوم تسويقنا او البضاعه بتخرج من خلال كرم ابو سالم، معبر كرم ابو سالم. طبعا هي بتاخذ هذه في معوقات من خلال يعني لما بدنا نقطف المنتج بقعد يومين، لما بدنا نصدر على اوروبا ممكن تصل بعد 4 أيام 5 أيام، والمنتج قد ما بدنا نشتغله ما بنقدر نوصله بجوده عاليه حتى نقدر ننافس اللي هو الدول الثانيه.
وكمان في عنا صار في دول منافسة اللي هو زي مصر تونس وتركيا، هذه صارت بتنزل على أسواق أوروبا، صار عنا منافسين في أسواق أوروبا، قبل هيك ما كان في أسواق الدول هذه ما كانت موجودة.